أنا جيت من سوريا حوالي سنة ونص، يعني مثل ما قلت يعني بداية الفصل الثاني من الصف الثاني ثانوي. كنت أنا حيت قبل ما أجي كنت حيت لحالي خطط بدي أدرس بمنهج سوريا وأقدم بكالوريوس، يعني هي الشهادة الثالث ثانوي هناك، وأدخل طب بسوريا، بس الأحداث ما سمحت فاضطريت أجي لهون. كان كل شيء جديد بالنسبة لي، كل شيء صدمة، اضطريت أعيد مناهج الفصل الأول، مناهج الفصل الثاني، وأقدم قدرات وأقدم اختبار القدرات بنفس الوقت، كل شيء بحوالي شهرين فقط. كانت مرحلة أصعب مرحلة بحياتي وأكبر إنجاز عملته بحياتي، الحمد لله رب العالمين. قدمت لاختبار قدرات وتفوقت فيه، كنت من الأوائل على منطقة الرياض وعلى المملكة كمان، والحمد لله رب العالمين. تفوق إبراهيم ما كان جديد، تفوق إبراهيم من لما كان طفل صغير. نحن كأسرة كبيت كان دورنا مساعد ومساند بتوفير بيئة كويسة وهادئة، بتوفير وئام وتفاهم بين الأبوين، وبأنهم يسهروا على خلق جو مثالي بالبيت للدراسة من خلال الهدوء، الإقلال ما أمكن من الزيارات الاجتماعية، حصر سلوك الأبوين بنشاطات تنمي مهارات الطفل مثل مشاهدة البرامج العلمية بالتلفزيون، واختيار نوعية معينة من الألعاب اللي بتساهم في تنمية مهاراتهم العقلية. وبنفس الوقت هذا طبعاً لازم يكون في متابعة يومية لبرامج دراستهم اليومي. طبعاً أنا كنت لاحظ على إبراهيم من هو صغير كان طفل غير عادي، كان متميز، كان هدفه الأساسي يعني ما يريد يكون حد أحسن منه بالمدرسة أبداً. هذا ساعدني كتير أني تضل أنا معه وتابعه يومياً، الحمد لله رب العالمين، وأنه ما ضع فيه. من هو صغير إبراهيم كان متفوق دراسياً، من هو صغير. تحضير لاختبار القدرات يختلف عن تحضير لاختبار التحصيل بشكل كبير. اختبار القدرات لا يوجد كتاب منهجي من الحكومة تعتمد عليه كالتحصيل، هناك كتب في المكاتب ليست بغالية الثمن، يعني 40 ريال. جبت حوالي 7 كتب قريتها كلها بخلال شهرين الحمد لله، والله وفقني. وفي موقع قياس كمان كان مفيد جدا، مليء بالأسئلة ومفيد جدا. هلا نحن بغرفتي، هي غرفة النوم وغرفة الدراسة، هي بالنسبة لي المكان اللي بقضي فيه معظم أوقات الدراسة، مكان المقدس يعني من وقت اللي جيت على السعودية. طبعا أنا دراستي ما هي على اللابتوب معظم الأوقات، لكن في وقت ضروري دائما بستخدم فيه اللابتوب هو قبل كل امتحان قياس. في موقع مفيد جدا بنصح فيه الجميع، اسمه e-learning قياس، في أمثلة تدريبية، مفاهيم علمية، اختبارات تجريبية. حتى أنا جربت الاختبار التجريبي، وفعلا النتيجة اللي طلعت لي في الاختبار هي كانت مقاربة جدا يعني لنتيجة الفعلية بالاختبار. الأمثلة التدريبية، في أمثلة تدريبية لتحصيل وفي أمثلة تدريبية لقدرات، حوالي 1000 مثال تحصيلي و 400 مثال قدرات. هذا قبل الاختبار بأسبوع، أما قبل يعني بقيت الأوقات أنا بدرس على السرير هنا. باختبار التحصيلة بلشت بأول يوم من ثالث ثانوي، واستمرت راجعت مناهج أول ثانوي وثاني ثانوي وثالث ثانوي، بس أثناء الأسبوع كنت أدرس بس ثالث ثانوي عشان هو أهم شيء وأكثر شيء بيجي منه أسئلة. لكن في أثناء العطل كنت راجع أول ثانوي وثاني ثانوي، كنت أحط لحالي برنامج باليوم بالأسبوع عشان أخلص المناهج وراجعها. بالنسبة لطريقتي بالدراسة وطريقتي بالحفظ، بس شفت أنا بس لقيت فقرة طويلة أو معقدة بحاول قسمها لتعدادات، وبجيب دفتر مسودي وبعمله دفتر تلخيص. مثلاً مادة الأحياء بعملها دفتر خاص، مادة الفيزياء بعملها دفتر خاص وكده، وبكتب عنوان الدرس، وعلى على أول صفحة من الدفتر برنامج هذه المادة، يعني أول أسبوع بدي أخلص كذا من الكتاب ولخص كذا من الكتاب، ثاني أسبوع كذا، ثالث أسبوع كذا. كنت أقسم كل فقرة للتعدادات، الفقرات المعقدة يعني بتفصل كل معلومة عن المعلومة الثانية المهمة، وهذه تنفع أكثر شيء بالأحياء، بالفيزياء ما تنفع ولا بالرياضيات، بالأحياء هذا استخدمتها أكثر شيء. في الواقع بالنسبة لتوزيع ساعات اليوم لازم نميز ما بين أوقات بتكون فري يعني بالعطل وبالأوقات الفراغ اللي ما بتكون فيها مدرسة، وما بين أوقات المدرسة العادية
وما بين الأوقات اللي بتكون أيام اختبارات أو قريبة من الاختبارات. أنا برأيي هالفصل هذا بيساعد الطالب والأهل على أنهم يعيشوا حياة طبيعية قدر الإمكان وبنفس الوقت منتجي جداً. بالنسبة لطريقة تقديمي لاختبار الاختبارات قياس بالنسبة للقدرات، كنت أول شيء أجلس على الكرسي طبعاً وأدعي دعاء الاختبار، دعاء الامتحان، وبفتح الظرف لما يقلي المراقب، ودائماً بحط عيني على الساعة الموجودة على شاشة العرض. في ساعة موجودة بكل مركز اختبار، هذه مهمة جداً، 25 يعطوك تنبيه عند العشرة. كل سؤال كنت طلع عليه شوفه، إذا عندي فكرة عنه بلش بحله، ما عندي فكرة عنه بتركه، بحط عليه علامة على ورقة الإجابة، بحط عليه علامة إني دو هذا السؤال ما بعرفه. إذا ضل عندي وقت زيادة لما خلص القسم ممكن أرجع لهذا السؤال، وأحيانا بضل دقيقة أو دقيقتين زيادة. كل سؤال لازم يضل فيه دقيقة، مو دقيقة ونص، هو كل سؤال فيه دقيقة ونص، بس في أسئلة طويلة جدا يعني بيبين عليها لازم دقيقتين هدولي، عشان هيك لازم على طول أترك نص دقيقة احتياط لكل سؤال. وأما بالنسبة للتحصيلة فالموضوع مختلف شوية، يعني هو التحصيل اللي بيختبر معلوماتك، إذا المعلومة كنت تعرفها ما بيلزمك وقت، دغري تك وخلاص. ممكن بعض المسائل يلزمك الوقت فيها يعني، بس بالقدرات الوقت هو العامل المهم والحاسم، بالتحصيل معلومتك هي العامل المهم والحاسم. أثناء الاختبار بكون يعني تقريباً مجرد من المشاعر، ما بحس شيء بس بفكر، يعني ما بنتبه على الوقت، بحسه بس حسابات، ما بحس بتوتر ولا بحس بشيء. لكن إذا حسيت بالتوتر بحاول أترك السؤال اللي وترني، طيح سؤال أو سؤالين أحياناً عن بس مشان أحس أني عندي وقت كافي لكمل للأخير، وبكمل للأخير، وبعدين على طول بيزيد معي وقت، بس هيك أعمل بيزيد معي وقت برجع لهدول السؤالين وبلحقهم. هذه الطريقة دائماً تنفعني. ما بخفى عليكم إنه إبراهيم كثير كان قبل الاختبار يدخل بمرحلة قلق نفسي وتوتر، المنهج ضخم، المنهج كثير، فكان واجب علينا نحن نزوده بثقة بنفسه أكثر وندفعه للأمام أكثر، إنه أنت درست وعملت لعليك وأنت تماماً عقلك وتفكيرك سليم جداً فما تخاف، كان نحن هذا دورنا. بالنسبة إلي كان يعني أنا القلق قبل شهر من الاختبار، قبل أسبوعين من الاختبار أكبر بكثير من القلق ليلة الاختبار، لأنه المفروض من القلق أنه هو يشجعك على الدراسة، يشجعك على الدراسة، يحفزك على الجهد والمثابرة، لكن أثناء ليلة الاختبار ما في منه فائدة، ما في منه فائدة، لازم تنام ولازم تكون مستريح ومسترخي على أقصى الحدود يعني أثناء ليلة الاختبار. لذلك الحمد لله أنا ما بقلق، بعرف في كتير ناس بتقلق بس أنا ما بقلق الحمد لله ليلة الاختبار. قبل أسبوع من الاختبار أنا عندي فيسبوك وتويتر وكل شيء، بس قبل أسبوع من الاختبار بنقطع عنهم تماماً، لأنه هني أكبر مصدر إلها. ممكن مثلاً كل خمس دقايق بدي أفتح الفيسبوك شوف إيش في، بدي أفتح التويتر شوف إيش في عندي تنبيهات، لا هذا أكبر مصدر، لازم يكون تركيزك كله بالكتاب، ما بصير. خصص لنفسك ساعة فيسبوك أحسن ما تقول تجي كل خمس دقايق تفتح فيسبوك، كل خمس دقايق تفتح فيسبوك. مو بس المناهج الضخمة والقدرات وقياس هو التحدي الوحيد، كان عندي تحدي البيئة الجديدة، أصدقاء ما كان عندي أصدقاء أبداً، المدرسة كان أسلوب مختلف تماماً، مناهج مختلفة تماماً، فما كان توترت جداً، توترت وانهرت نفسياً يعني أول أسبوع كنت منهار نفسياً، بعدين صحيت شوي شوي وبلشت. أهلا وسهلا فيكم، هلا أنا مدرستي بدار المعرفي، كنت أقضي هون حوالي 7 ساعات باليوم أكيد يعني مثل أي طالب، هلا بدي أروح على صفي واستذكر بعد شوية ذكريات مع بعض، تفضل. طبعا هون كنت، هذا كان صفي يعني هون هذا كان مقعدي. المقعد الثاني ذكريات. أولا بالنسبة لإبراهيم كان من الطلاب اللي هم سلوكاتهم كانت ممتازة يعني. ودي أهم في الدراسة إن الواحد يكون طبعاً سلوكه ممتاز عشان يقدر يستوعب المعلومات اللي هو بياخدها. بالنسبة لي القدرات برضو تعرف الأسرة القدرات يعني حوالي 6 أقسام، تمام؟ كل قسم حوالي 23 دقيقة في 25 سؤال، يعني لازم السؤال يتحل في أقل من دقيقة، فلابد إن الطالب يتعلم استراتيجيات الحل، يعني إزاي يحل بسرعة. في بعض الطلاب مثلا يتعثر في عمليه جمع او طرحه او ضربه او جسمه او كده، تلاقي الوقت خده فما بيعرفش يحل لانه مش عارف يجمع بسرعه او يطرح بسرعه او يضرب ضربه بسرعه. فلابد ان الطالب يكون اولا اساسا لازم يتعلم العمليات الحسابيه وبسرعه. في كذا طريقه للحل، ممكن يجرب البدائل بدل ما يحل،
يعني في بعض المسائل انك بتحل انك تجرب البديل مثلا 1 2 3. في الافتراض يفترض بس مثلا حل معادلات او كده او شغلات او نسبه مئويه وكده. وفي بعض المسائل تتحل بالحل الجبري وبسرعه. فليها كذا طريقه، يا اما يجرب حل بدائل، يا اما يفترض فرض، يا اما يحاول مثلا يعمل طريقه مقص كده او شغلات زي كده زي ما بنعملها احنا في الرياضيات نسبه مئويه او كده، او يعمل مثلا تزايد وتناقص او يصغر الاعداد او يكبر الاعداد. طبعا هي بكل ما كانت الاعداد كبيره كل ما صغرت بتبقى اسهل شويه، او يقرب مثلا الاعداد. في بعض العلامات الحسابيه معقده جدا انا كمدرس ما اعرفش احلها الا اذا قربتها مثلا. يعني مثلا 479 تقريبا 500 قربها 500، 75% قربها مثلا لواحد كده، بحيث العمليه الحسابيه تبقى سهله جدا. واحاول اشوف البديل اللي هو او الاختيارات الاقرب للحل اللي انا طلعته بتكون هي دي صحيحه. طبعا الاساتذه بالمدرسه كانوا كثير متعاونين وكثير متمكنين من المناهج رغم انها جديده لاول سنه، بس ما حسيت اني تو حدا ممكن يشرح لي فقره تعبر عن عدم فهم او اي شيء. حتى يعني كان درجه التعاون مره اضطريت غيب لمده اسبوعين، رحت لعند استاذ الرياضيات عوض لي كل الغياب لحالي، قعدنا انا وياه وشرح لي فصل كامل بالرياضيات يعني حوالي ربع الكتاب. لا وحده كانت يعني شغله عانت لي كثير وانقذتني بالتحصيلك. هون بالمدرسه بيعطوك لكل ناخذ لكل ماده دفتر، وهذا الدفتر بيعملوا لنا تلخيص يعني عملي للمواد. يعني معظم اسئله التحصيل بتيجي من هالتلخيص هذا، وكثير كثير مهم يعني، وكثير عمله مختصر وبيعطيك المهم بدك اياه انت. هي يعني من اهم نقاط القوه كانت عندي بالمدرسه، وطبعا الدراسه الذاتيه بالبيت هي الاهم. طبعا نصيحتي لكل طالب انه ما يكب اي دفتر او اي كتاب من اي يعني من اول ثانوي لثالث ثانوي، لانه راح ينفعه بالمراجعه النهائيه السريعه الضروري لاختبار التحصيل والقياس.